معانا الشيخ رضا النصر. الو، كبير ائمه أهلا وزاره السلام الاوقاف. عليكم. يا شيخ رضا، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله تمام. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. انا ببسط قوي والله العظيم يا شيخ رضا وحضرتك معايا. الله يبارك فيك يا الله فندم. يخليك ويسعدك ويرضيك. انا بقى عايز اسال حضرتك، ايه حكم الشرع اتفضل في يا فندم. الشخص اللي بيكتب ثروته باسم بناته وهو عايش عشان ما حدش يدخل معاهم في الورث يعني بعد ما يموت؟ الميراث حضرتك من المواضيع الهامة اللي بيشتكي منها الكثير. جدا يا مولانا. وللأسف ونحن على أعتاب اليوم الآخر بنشاهد قضية الحرمان أو التحايل على أكل المواريث. صح. فكم من امرأة حرمت من ميراثها، ويتيم ضعيف لم يجد لهم ناصرا بعد الوفاة إلا المولى سبحانه وتعالى. صح. منعم ومما الله. يزيد من الألم والحزن الشديد إن الظلم يقع للأسف الشديد من أقرب الناس إلى أهل الميت. صح يا مولانا. أنا عايز أقول لكل واحد بيسمعني الآن، الميراث هو وصية الحق للعباد، والذي يتأمل فرائض الإسلام يرى العجب. فالحق فرض على أهل الإسلام ولم يبين لنا عدد الركعات في الصلاة، صح. وكذلك إخراج الزكاة والصيام والحج إلا المواريث. ربنا سبحانه وتعالى بينها وأعطى لكل وارث الحق، هو أكل وبين مال أحوال اليتيم الموت يا أصحاب مولانا؟ الفروض. أكل مال اليتيم يا مولانا حرام طبعا. لا يعني ده بيبقى حكمه إيه في الآخر؟ أنا عايزاك تسمعهم كده. حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه رأى أفضل الصلاة ليلة والسلام. أسري به قوم يقذفون بالحجارة من نار، لا إله إلا الله. يضعوها في أفواههم وتخرج من جمورهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه السلام من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. والحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طب انا عايز الحريك بقى يا مولانا، هل الراجل ده كان غلطان لما كتب ثروته كلها أقول على حياة لحضرتك عينه حاجة، لبناته ومراته؟ الأب إذا كان بالغا عاقلا مختارا غير محذور عليه وليس مريضا مرض موت، أدي حاجة. ده في الأب يجوز للأب كتابة أمواله حال حياته لبناته ولا يوجد عليه اسم شرعي كلها بشرط. يا مولانا كلها ولا جزء بشرط منها؟ كلها بشرط، كل ثروته بشرط ايه بس بقى؟ بشرط يا فندم، ها بشرط ها، ألا تكون نيته حرمان باقي الورثة من الميراث. الله. يعني لو هو نيته ان هو يأمن معيشة بناته لحد ما لسه يتجوزوا يا هقول حضرتك حبايبي. اهو، ما الذي حمله على فعل هذا؟ مثل السؤال ده، لو فعل ما فعله ليضمن لبناته لحياة مستقرة، حياة كريمة بعد الوفاة، يساعدهم في المعيشة، صح، تكاليف التعاليم والدواء، يخشى عليهن، عدم عطف الأقارب عليهن، في صح. هذه الحالة بيعه أو هبته جائزة حتى ولو كان البيع سوري. كلها حتى ولو كان البيع سوري كله. نورتني يا بس مولانا. الشرط، بشرط ان هو يبقى في نيته ان هو مش عايز يحرم حد او شايل ضغينه او ان هو يكون بيمنع رزق حد. الله يستر بس عليك. كده، هي بالبلد يا مولانا. نورتني وعلى راسي ويسترها على حضرتك. احلى حاجه في برنامج حضرتك ان بتعالج الامور باسلوب بسيط الله يفهمه يخليك يا شيخ رضا. على الفاضي راسي. والداني. الله يخليك، تسلم لي وانت وعلى حضرتك راسي. كده بتاخدي بحد سنه النبي صلى الله عليه عليه افضل وسلم. الصلاه والسلام حبيبنا. سيدنا جابر بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بلغه نفهمها. الله. يا رب نوصل لكل الغلابه وكل الناس اللي محتاجانا وكل الناس اللي احنا ممكن نفيدها ولو بكلمه. نورتني يا شيخ نصر الدين، كبير ائمه بوزاره الاوقاف. نورتني وعلى راسي يا شيخنا.